بشأنه يكون خير بإذن المولى جل وعلا. ربك سبحانه رحيم بعباده، وإذا مررت فوريش هذه عقيدة إذا عقدنا عليها القلوب شفينا بإذن الله جل وعلا. طيب، يبتلى المرء على قدر إيمانه وصدقه، والله جل وعلا سبحانه جل وعلا يرفع الدرجات في الابتلاء ويغفر الزلات ويشفي سبحانه وتعالى، وهو الشافي. موعدنا اليوم مع التصفح اللويحي، موعدنا اليوم مع مرض نادر وعلاقته بالجن والشياطين والأبرصار، مع تقارير طبيه تثبت وجود التصفح اللويحي، لكن سوف نبين نقاط مهمة جدا بإذن الله. هذا البيان يؤكد وجود التصفح اللويحي، ولكن قد يتعجب المرء إذا قلت كلمة أن ما حصل كنت أنتظره، كنت أترقبه شخصيا، أنا أترقبه كيف خلقية شيخ كان يعلم، كنت أعلم بالموروث بالقديم بداء السلالة، وما كنت أسمعه من جنية عاشقة أن إذا عزم على أمر الزواج سكوت. وهذا ما حصل حينما عزم على أخذ أسباب في تجارة حلال طيبة وأسباب أخرى في زواج طيب مبارك، جاء التصفح اللويحي الصادم. وإذا علمنا قطع التصفح اللويحي شوف فيها هيا يلا وصل فيها الآن. يلا تحمل بي الكلام ليس معك الآن، كلام مع الناس. التصفح اللويحي موجود بتقرير التقارير الطبية بلاين، موجود 100%. حتى الأطباء أصدقائه استحيوا أن يصدموا بهذا التقارير بهذا الأمر. وهو يحكي لي قبل قليل، يقول لي التصفح اللويحي موجود الآن، ولكن حينما دخلت إلى المركز ازدادت أعراض التصفح اللويحي لدرجة أنا كنت أشعر بثقة وشلل. قلت له سؤال العقلاء فضحت، ما علاقة التصفح أن تتضاعف عند دخولك المركز؟ من فيك تعرف المكان؟ تعرفه؟ وقال حينما زرتك قبل أيام كي أخذ الموعد ظهرت لي رؤى وتضاعفت قريبا على الأعراض. هذه أمور روحية، لكن هل سؤال الجن والشياطين تجعل التصفح اللويحي كما رأينا بهجة، رأينا غيرها من الأمراض تسمى نادرة. وقبل قليل كان عندي شاب جاء الدفعة الأولى على دفعته في المغرب في البكالوريا، وهو في السنة الثالثة في جامعته في فرنسا، فجأة جاءه الشلل. الأطباء هناك قالوا إذا إلى المغرب بحثك عن علاج آخر، أما العلاج الطبي عندنا قد انتهى. رفع يده تبين قبل قليل ما عنده شيطان الحسد. وهنا سنسمع قصة التصفح اللويحي، قصة التصفح اللويحي. الأطباء أعطوه دواء وأدوية تبعها ولا شيء يذكر، كهرباء تشنج في العنق والرقبة، آلام في القدمين، أخذ حقنة قوية تخف من الآلام والآلام لا تخف. ما بقي شيء. قال بعدما كنت تجعل في الحجر الصحي رقية من بيتك عن العيش عرف بخفة بفضل الله تعالى على المباشر. زار طبيب المخ والأعصاب
لكن تقارير العلم قال تأكدت على تصفح لوجهه. آه كذا برا ما قيت لي. يرى خروج دود من الرقبة في المنام. وهذا قبل أن يكتشف أن عنده تصفح لوجهه كان يرى في رؤى خروج دود من الرقبة وأنه جالس على كرسي متحرك في المنام قبل أن يرى أن عنده تصفح لوجهه. ومن بعد هذه تعرفيني ولا أعرفك؟ من الأخر المغاربة من الأخر. اليوم عندنا جلسة كوميك وبإذن الله فيها المنفع رفع التصفح ونأكدوه بليرين ونكون أخوة في الله جل وعلا. وعيش شي التصفح اللوحي. غني. وعلاش عملتي التصفح الاول حتى لا يقوى على جماع؟ قالت لك يا حتى لا يقوى على جماع، لا يقوى على فراش، لا يقوى على زواج، لا يقوى على تجاره، لا يقوى على حركه. الشلل التصفح الوحيد الشلل الكوميك بومبو كوميك. أخته تبكي وتضحك الآن. هذا أخته كانت تبكي بالألم لكن هي مع العدل المباشر، لأن أخته قد إذا عند الشيخ ناعي من فيه أبعدوه أنسوه الرقية. أخته تقول له إذهب، الأمر عندك ليس عادي، ولهذا الرفقة الطيبة تكون محفز للمبتلى. خذ النصيحة. صح لا؟ صح لا؟ قال كيف أصل للشيخ المواعي وكل أحد يأتيني وكذا يأتوا لك بالعطب والسم حتى يتقوى التصفح اللوحي تصبح خشبة وشحال وحمة وخشبة. دابة قال أن التشنج في القدم وعلى الفخذ، أسفل الفخذ تشنج صح، وعلى الرقبة أقدركم الله على أشياء كثيرة لكن جعلتموها في منكر. ربيع ما غتصور والو. ربيع حرفية ما غتصور والو. جنية كتفهم مزيان. ما نجاوبش. وانا شوف هنا انا بغيت غير الخير. وراك قوية خصنا نعرفوا القضية. راك قوية نعرفوا بها بغينا ولا ما بغيناش. بعد ما وصلت للبليرين تصبح لوحي موجود وأعراض موجودة. وجعلت الطب يقر به أقوي ها؟ وكي السؤال أسألك وعلاش من اللي وضع رجل عند عتبك المركز تزادت الأعراض ضعفت؟ عرفتي علاش؟ حيت أنت اللي تهزيتي وتحركتي. لا أنت وبالتالي مش غادي تبقى داوي معاه اليوم؟ إيوا لا حنا كنقدر شو باقي ما بديناش. كيف أحوالك؟ مزيان أنت؟ الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ما بتكنساش رسالة واحدة، رسالة أني لا أنسى لا أنسى. ها؟ ذاكرة الدئم. يا على فقط حتى ذكر أني لا أنسى. ما تصور ولا. يعني بفضل الله كلما طاق الجلسة كلما جئت بالنقاط التي كنت أهزك بها هزا. أجيب النقاط تصبح. والمهم عندنا هو يختفي تصبح. أي يختفي نمي كذا برا اختفى. إيوا حنا يلاه غنبداو. أنت باقي ما زاريتيش؟ شنو باقي ما بديتش؟ عرفتي اليوم بعد الجلسة معاك كيف عاملة؟ داك الشيء اللي تحبي. ها؟ ما يكشف. تحكي. ومزيان ملحقتك زيان. راك عيشتي في الهم هاد الأيام كاملة. هم؟ أيام؟ 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 متى ظهر هذا التصفح الوحي؟ متى هذا التصفح الوحي؟ أيام؟ ماذا قلت هذه الأيام؟ متى بان هذا التصفح الوحي؟ شحال هذا باش بان هذا التصفح الوحي؟ ما نقولش لك. أقول. كنعرفك. 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 كنعرفك.
كانت عارفيني وكنعرف ما تخافيش. ولكن راه ما غتصور والو. ماشي مشكل والله ما كاين مشكل. انا اشرب لك شويه. يا الله الله على خاطرك. لا وشو زرنا يضربوا ماتوا. شوف هذه المرة غادي تكون نهاية النهاية ولا بداية النهاية ولا نهايتك أنت يا ربيع. ياك كتحدايني. أنا ما نتحداكش. أنا غنبدلك إلى الله. شوف مع ديما ندير بديك الهضرة ديالك ندير والو. ياك غندير والو. مع ديما ندير فيها هذا ديالي. أها صافي. وسالينا وسدينا صافي بعد منا. سالينا وسدينا. وتصبح الواحد وتصبح الواحد. ما زاد باقي. بوت نبت. لا باقي مشتي والو. شنو غيكون؟ انت راك قلتي داك الشيء في الاول. شنو؟ الشلل. العجز. ياك. لا حركة ولا زواج. لا في عرش ولا جماع. لا انجاب ولا ولادة. بداو بإذن الله تعالى. وصافي سير شوف ما تقرا عليا ما نقرا عليك ما والو بعد مني. إيوا حيد التصفح الوحيد تاعنا. لا ما نحيدوش. إيوا صافي نبدا به. ولكن علاش غادي نحيدو أنت بعد مني يا ربيع بعد مني. ودابا أنت هو أقوى من الطب وأقوى من الدواء وأقوى الألم لا تتوقع. شيخ. نعم. شنو هو الطب؟ والله إلا شنو هو الطب. الطب موجود صراحة. طيب لا نعترف به طيب علم سبحان الله وما يتم علم الله قليلا لكن هناك أشياء توقف عندها حكمة من الله عز وجل وفوق ذي علم عليم عارف الإعلان كان ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا 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 أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء ونزل الملائكة تنزيلا الملك
الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا وكان يوما على الكافرين عسيرا وكان يوما وكان يوما على الكافرين عسيرا وكان يوما على الكافرين عسيرا وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أماذا كنتم تعملون ووقع القول عليهم بما ظلموا ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون ألم يروا أن جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخلين ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليهم
وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ونزلنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون 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 ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون فأولئك في العذاب شنو؟ شو الألم؟ تمدد يعني خف الألم طيب احنا بغناش يخف احنا بغنا يتزاد الألم يخف لا مش يعيد يخف احنا بغنا يطلع يهيج باش تحيد من الجدر الله يبقى تيجي يا واك قال لي مسكين فاق قال لي الألم خف صافي خف راه تشافينا يخرج انا غير غلا غير اسدي وعايري وطلعي المهم انا وصل العلاج البريا علاج ديال بصح اش الالم جيت عند الشيخ الالم حي وراه غير حي ماشي حي ديال الماء يلا بسم الله انا معاك اليوم العاشق القديم باش عرفتيني هو انا كان العاشق القديم متيم القديم المحب القديم باش عرفتيني وكتحبي حب جنون باش عرفتيني جمعتينا بين السحر والحسد والعشق تقويتي باش عرفتي احنا غنعرف ان شاء الله يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا
نحمد الله على الإسلام. نحمد الله على الإسلام لأن الكافر أوجب على نفسه اللعن والطب من رحمة الله. ونسأل الله أن يدخل الجنة بلا حساب، يدخل الجنة بلا حساب ولا سبق تعالى. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا. أي تهز قلوب الحية خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. أسأل الله يحيي قلوبنا إنسا وجنا، قل آمين. صلى الله جل وعلا فعطرا في الإيمان بسم الله نقول آمين. مسلمة أنت؟ طيب نصرانية أنت؟ يهودية أنت؟ مشركة أنت؟ طيب كيف مش قمر يا عاجل قدر يعني قمر لا قمر قدر مش مشكلة ربيع. نعم هو العزيز علي العلي رسيل علي الجنون وشي اللي قطع لي الله سبحانه وتعالى. الحمد لله صلى الله تعالى الحمد لله على نعمه هذه النعم. صلى الله يحرمنا هذه النعمه لا في الدنيا ولا في الاخره. قولي امين. لا ايوا شو كذا دابا شبغيتي شو بغيت باقي مازال الوقت طويل ونفس نشوف شكرتي واسع الحمد لله راه تفهمي باقي غنجيو البقره ونجيو آل عمران وباقي غنجيو الايات وايات راه التصفح الوحي هذا ماشي حاجه سهله تستاهلي مني اكثر من هذا. لا شوف نعم تصور انا جيت مطلع ماشي مشكل هكا تعيرات انا لا ماشي مشكل هو غادي يخرج وغادي يرجع دابا مضاعف غادي يرجع الدري راه غادي شتي انا واخا ملي سيجلس يقول لي شتي انسان يلقاه مشلل ونقول مزيان وصلت للعلاج ان العله بانت من خبيثه ما عنديش المشكل. شتي انسان يجلس يقول لي غير رجع مع الشيخ كيف دخلت برجلي ويسالي وجهه ما عندوش ما عنديش مشكل. انا فرحان ان لي فضل تعالى عرف العله فين ومدخل ومخرج منها. باش عرفتيني يلا اعطيني السبب اعطيني السبب كيفاش؟ اعطيني السبب شكون انا وباش عرفتيني ويلا ومن انا ومن اكون انا وكيف انا؟ وكيف اعلم انني انا انا؟ واذا كنت انا انا فمن اوجدني انا؟ يلا قول طيب الحمد لله الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك
ربك لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا في أعناق العنق وجعلنا الأغلال في أعناق وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون في أعناق الذين كفروا في أعناق التصفح اللوحي والفقرات والنخاع والرأس وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا قلت لك أنت قلّم
جعل سوت الحق شي مشكلة. وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا. وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا. وجعلنا الأغلال في أعناق وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا. فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. فاضربوا فوق الأعناق فوق الأعناق فوق الأعناق فوق الأعناق فوق الأعناق فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون. إذ الأغلال في أعناقهم انكو كيتحرك مزيان ما شاء الله كاين الالم الاول لا باقي واحد شويه باقي واحد شويه اسكت اسكت سمح لي هذا العلاج الظاهري خارجي الذي يبدو ويشعر بالراحه كنقولوا علاج العمق وتسنى علاج اليريم تاكد انه تحيد اليريم ديال الربيع اللي ما خصني ندير شي 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 ريم ديال الهنايا والله الحمد لله بقي ما بديت والله شوف لما تخدم بالحب لا تتعب. إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون. قوية على الظالم وحتى على المؤمن لما يستشعر تصور. إذ الأغلال في أعناقهم إذ الأغلال في أعناقهم إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون. غضوها علي مكر غضوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. فظلت أعناقهم لها خاضعين. 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 وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. ألزمناه طائره. ألزمناه طائره.
ألزمناه طائره في عنقه ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقه ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنى يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم
المفلحون أولئك هم المفلحون. ولو ترى إن يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام ليس بظلام ليس بظلام ليس بظلام للعبيد 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 فاعترف كيف جاء هذا ما ولماذا وما الغاية منه ومتى بدأت صناعته وتهيئه وإعداده طاعة للمولى جل وعلا فإن الله حرم الظلم ما ذنبه ماذا قدم لكم أساء إليكم آذاكم كيف كيف أساء إليكم كيف عذبكم حتى تعذبوا بهذا الدم كيف أساء كيف أساء إليكم كيف أساء؟ هيا تكلم. كيف أساء إليكم حتى تعذبوه بهذا المرض؟ كيف يعني؟ من أين هي؟ حتى أفهم. رمز الشيطان يرفع الآن عاليا. أساء إلى إبليس. إلى سحره وأسهاره. كيف؟ صعيب. هيا كيف؟ صعيب. لا حتى أفهم. شوف أنا لا أقول لي قل لي أنا أحب أن أفهم قل لي كيف يعني كيف أساء إلى أنتم أنا رفعتم الشيطان وقلتم أساء إلى الشيطان أساء إلى سحره وأسحاره كيف حتى أفهم يعني هذا السحر سحر انتقام هذا الأذى وهذا الداء انتقام منه ها طيب ماذا صنع حتى تقوم به انت ماذا صنع ذبح كيف ها قتل من يعني انتم تؤذونه لقتله وموته ها سحر القتل هكذا بهذه الطريقه هكذا القتل قتل شيطاني يموت لأنه آذى قلاعكم وحصونكم وأصحاركم وأسراركم ها؟ مش عارف كيف يعني؟ لأنه كان سببا في كشف ألاعبكم ماذا يعني؟ أنا السبب بدأت أفهم لأنه يسير سير مع أسرته وعائلته في كشف الغمة والظلمة التي تسبب فيها السحر القديم والأسحار القديمة عليه وعلى أخته وعائلته كل شيء غيموت كل شيء السلالة كاملة غادي تموت ولهذا حتى هذيك اللي كتفرج حتى هذيك الأخرى اللي كتفرج حتى خوه غيموت الذي يعلم مباشرة واحد خوه أخر مات هذاك صافي مات دماغه مات دماغه تشلل يعني نوع من الانتقام عليه خصيصا بدأ به لأنه لماذا كشف سر ماسونية والشياطين في السلالة والسلالة فجاءوا بهذا الداء العظيم الحقيقي الواقع الآن في البدن لإعجازه وإنهاكه وإضعافه وقتله نعم فهمت الآن إذا نحن الآن لسنا مع العاشقة فقط وإنما مع منظومة الشياطين ما هي إلا واحدة يعني تهوى تشتهي الجسد وتخدمها الأصحاب حتى وإن كان خشبة مقعد فيتملك وتعشق وتحب ويكلها أنا بوحدي وآخرين بوحدهم مرابيع طيب أنا بوحدي أنا ذاك شي درجة أنا حيدت وعنقوم قديش نحيدوني لأنه راه كاينة بزاف دابا جاي مزيان دابا دابا جاي مزيان أنت شوف هو اللي غيقول لي ماشي أنا ما دخلش الجسد ديالو وأنا
انت شوف هو كان كويله تدخل تيدي دير بحال لا ما قلتش دابا مزيان دابا رجلي انت مع رجلي اجي الان جيد الحمد لله لا 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 نفس السفلي جيد ولكن العمود هي الاخر الرقبه يمسكها كبير لا علاقه بالدماغ والعقل طيب كل شنو معه به هذه لا شمن معه ورا مغاسير سير انا بيع صافي كاين سير حنا احنا غادي نغسل سير على بركه الله غادي تمشي لدارك لا 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 مريض لا لا ماشي مشكل كله في سبيل الله لا سمحتي مريض فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إن ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا فأغويناكم إنا كنا غاوين فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون إنا كذلك نفعل بالمجرمين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق بل جاء بالحق بل جاء بالحق بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم وما تجزون إلا ما كنتم تعملون وما تجزون إلا ما كنتم تعملون وما تجزون إلا ما كنتم تعملون ما تسمعنا رمز الشيطان يخيطون بكل جسد خيطوا بكل جسد عهود سحر إحكام إغلاق يات ماشي مشكل يلا وحلده والله ما كاين المشكل والله ما كاين المشكل من هنا باش تعرفوا كيفاش كيسحبوا الجسد وكيف كيجيبوا الداء
صافي دابا كلشي تخيل. يلا شرب. انا ما تشرب اليوم. ورا ما تعذبوا نتوما اليوم. لا لا والو. باقي ما دخلش في السخون. واه دخل. باقي ما دخلش في الحار القاصح. دخل دابا. الله يا باق. دابا خيط دابا. تأكد. خيطتي. خيط جزء كامل هكذا. وهكذا 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 في الفخيطين وما كان الألم اللي كان في الفخيطين تا هو تخيط تا شتك 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 والخبار في راسك الشيء الآخر تا هو راه تخيط يا هاي تا رزق شو منك داك لا ما وقفت ما تحرج لا لا ما عرفتيش مين تدخل لها ها انا سديت عليك كل شيء اش تضحك معايا ما تضحكش معايا لا 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 سديت عليا كاين خطط كثيره كاين ربع جوج ثلاثة ما تغارش صافي دابا التنميل ولا في مشتائر الجسد ماشي مشكل ربيع لا كتعي راسك صافي سي منظومة كبيرة جبدتي كلشي غير مرض اليوم ياك ترك كلشي غير مرض اليوم كلشي مرض أصلا دابا راه خت ورا غير راسها غير تفرقع طيب سحر مشترك طيب سحر مشترك تسول فيه اليوم؟ لا لا ما ما عندي مشكل صافي سيرات الحصة سيرات صافي لا لا ما حسن تاخد طويل شحال دوزة دابا دوزة شي ساعة و شي ساعة و ربع هذاك وجه شي ساعة و ثلث بداز دابا بداز هذاك وجهك وباقي زيد اخر واحد اخر شي ساعة و ربع اخر ولا ساعتين اخر لا لا كذا وجهك كتقول كتقول زعما دير لا لا والله العظيم تنازل لا والله العظيم انت مازال ربيع انت ما كت هو كيعرفني انت كتعرفني انت كتعرفيني لا 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 عرفتي شنو اللي خلاني نوقف كاين الناس ما كتهمش حنا في الحديث المباشر وكنعالجوا دروس هناك من يتصل حتى قطع عن الاتصال قطع عن البث الله يهديكم الله يهديكم الله يهديكم الله يهديكم الله يهديكم ربيع هذه من بين بطاطا خليني نمشي ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا وينجي الله الذين اتقوا وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم قوية وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم وينجي الله الذين اتقوا وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون ولا هم يحزنون ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام فإذا هم قيام ينظرون
وأشرقت الأرض بنور ربها وأشرقت الأرض بنور وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا إلى جهنم زمرا إلى جهنم زمرا إلى جهنم زمرا وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين نتبوأ من الجنة حيث نشاء نتبوأ من الجنة حيث نشاء نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين
المتحافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار ويوم يحشر أعداء الله ويوم يحشر أعداء الله إلى النار ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستطيعون أن يشهد عليكم سمعكم وما كنتم تستطيعون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين ليكونا من أسلموا لله وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل وتراهم يعرضون
وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الجل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل ومن يضلل الله فما له من سبيل إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم من عقله هكذا بقوة وهكذا بقوة كل حلم فكني بقوة من عقدك ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرين ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي الألم في الرقبة لقد زاد فقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام خاصك تحب تصفح الوحي وتدخلوها بسلام ضروري نعم وهل جزاء الإحسان إلى الإحسان فهمين عمرك فهموا اللي ساعدكم هيا بإذن الله وبدنا فهم قرب بزني علما أيوة تعلم فهم ما ديش بديك الناس
أيوة. كيفاش الناس عايشين؟ كيفاش الناس عايشين؟ يعني الأصحاب من حولهم، من فوقهم ومن تحتهم، والشياطين الأبالسة في طعامهم وشرابهم، وفي خروجهم ولوجهم، في ليلهم ونهارهم، في هوائهم وسطحهم وسقفهم وسفحهم. أنت الشيء أنت الحدي تتحمل. بسم الله يبطل كل سحر جديد، من جيران من جارات جدد، من قريبات جدد. بسم الله يبطل كل سحر عظيم جدد، في أعياد جدد، في مناسبات جدد. يبطل كل سحر عظيم، في موارد، في عاشوراء، في شعبان جدد. يبطل كل سحر في المولد جدد، يبطل كل سحر عظيم، في الأعياد جدد، في المناسبات جدد، في الأبواب، في الأعتاب، في الأبواب، في الأعتاب جدد. من الجارات إلى القريبات جدد، من الجارات إلى القريبات جدد. على المال جدد، على التجارة جدد، على الوظيفة جدد، على البر جدد، على المحبة جدد 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 جدد. على المحبة، على بر الوالدين، في بر الوالدين، على بر الوالدين، في بر الوالدين جدد. على الموروث، على السلالة، على الأبناء، على البنات، على الإخوة، على الخوات جدد. على الوالد، على الوالدة جدد، على البيت كله جدد. على الشقاء جدد، للتعب جدد، للمرض جدد، للعاجز جدد، لمحض المال جدد. الله أكبر. من كل حاسد وحاسد، حاسد وحاسد، حاسد وحاسد، حاسد وحاسد. من الأقارب والقريبات، حاسد وحاسد، من الجيران والجارات. من الأقارب والقريبات، من الجيران والجارات. من الأقارب والقريبات، من الجيران والجارات. عين 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 وحسد، عين 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 وحسد. في بر الأم عين 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 وحسد، في بر الوالد عين 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 وحسد، في العمل والباب عين 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 وحسد، في الوظيفة عين 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 وحسد، في التجارة عين 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 وحسد، في الزواج عين 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 وحسد، في اللباس عين 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 وحسد، في الرياضة عين 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 وحسد، في قوة البدن عين 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 وحسد، في لين الكلام عين 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 وحسد، في حسن الكلام عين 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 وحسد. هيا إلى الله عز وجل، واستمع يوم ينادي المناد، واستمع يا الله واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض عنهم صراعا، ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون، وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن، فذكر بالقرآن من يخاف، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. نعم. ممكن طلب؟ تفضل. ممكن طلب شيخ؟ أنا معك، أسمعك. ما هو الطلب؟ خذ نفسك أولا. طيب بسرعة، ما هو الطلب؟ بسرعة 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 بسرعة.
عندي العين. عقد العين؟ فكني فك عقد العين وانتحرك ما فعلت الألم لكي يزول الألم. أبشر أبشر. إذا استمع معي بإذن بنفسي طيبة وسأساعدك في فك عقد العين وحسن إن شاء الله. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة
الحمد لله الذي بحمده تتم الصالحات. رأينا بفضل الله تعالى من يمسح على الرقبة والوجه والرأس بفك عقل العين والحصر. ورأينا بفضل الله تعالى من يرفع التوحيد في يمين وشمال بفضل الله جل وعلا بعد التكبير والتهليل. فالحمد لله الذي بحمده تنال الخيرات والبركات. أسلموا لله جل وعلا واعلموا أنه هو ظلمات يوم القيامة. ولمن تاب إلى الله جل وعلا رفع قدره وأعلى شأنه. قولوا لله نشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. من معي الآن؟ من الذي من أسلم منكم الآن؟ ولماذا جاء التصفح اللويح؟ ولماذا جاء هذا الداء وهذا العذاب وهذه الآلام من رقبته إلى كل جسده إلى قدميه؟ لماذا؟ هيا بسم الله، هيا انطلق وتكلم طاعة لربك جل وعلا. ستركم الله فلماذا نفضحكم؟ لا نريد فضحكم أنتم، إنما فضح الكفر الفجر الصحراء الذين جاءوا بأذيته وتعذيبه، صح أم لا؟ طيب طيب، فلماذا جاءوا بالتصفح اللوحي ومتى بدأ؟ ولماذا؟ التصفح اللوحي بدأ ظهورنا على ما يقارب 16 أشهر، يعني عام ونصف تقريبا. تقريبا تقريبا بدأ منذ عام ونصف. طيب، عندما كشف خطكم بدأتم في زراعة التصفح اللوحي. نعم لقد عملنا عليه كثيرا كثيرا. عملتم على التصفح اللوحي كثيرا كثيرا. نعم، لأنهم نعرف مدى خطورته وشدته، ونعرف مدى عجز أطباء على شدوائه وشفائه. وتعرفون عجز أطباء عن شفائه ودوائه، وتعرف خطورة التصفح اللوحي يجعل الجسد يأكل بعضه بعضا. نعم الجسد يأكل، يهاجم بعضه، يهاجم بعضه بعضا. نعم، علميا التصفح اللوحي والتصفح المجدد. نعم نتمركز على عهد الله تعالى أن تخفوه وأن تنكروه. كبير في السن يا شيخ. كيف؟ كبير في السن. أنت كبير في السن، أنت الشيطان كبير في السن. يقول الآن جان كبير في السن، كبير في السن. نعم. وتورثه ضعفا. أسكنوا وألصقوا به شيطان عجوز كبير في السن كي يورثه أعراض أعراض تصفح اللوحي، فيصبح كأنه شاب عجوز. شاب عجوز مقعد. أصدقائه يلاحظونه لا يقدر على الخروج. يعني أصدقائه أصبحوا يلاحظون لا يقدر على الخروج ولا اللعب ولا الرياضة بداخل شيطان عجوز، هو من تسبب في التصفح اللوحي وأعطى أعراض التصفح اللوحي وأظهر في الريم التصفح اللوحي. التصفح اللوحي هناك من سيكذب الأمر ولكنه صحيح وأقره. طيب، حتى يقر الجميع ويدعون لهذا بإذن الله. نعم. أن نرى الشفاء منه بتقارير طبية كما أظهرتموه بتقارير طبية. نعمل على ذلك يا شيخ. نعم، ونحن معكم بإذن، نساعدكم بإذن الله. شيخ، نعم، الأمر ليس هين. أعرف أنكم زرعتموه عام ونصف، ولكن بإذن الله حتى يزال لا يحتاج كل هذا الوقت مع الرقية والاجتهاد بإذن الله، ومع رؤية وجهك يا شيخ بإذن الله. نطلب الله تعالى يحشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. أريد سؤالك يا شيخ. تفضل. هل سيعفو عني الله؟ أي نعم، الله جل وعلا وعد سبحانه وعده حق أنه يغفر، يغفر حتى للمشرك والكافر والمسيء، حتى لمن قتل 100 نفس غفر الله له حينما جاء تائبا. شيخ. نعم. أريد تسمية الإسلام. سمي نفسك، اختار اسمك. أختار اسم أحمد، اسم أبوه أحمد. اللهم احشرنا مع النبي محمد. اختار اسم والده أحمد. أحمد الذي أقرأه نصف القرآن. ما شاء الله، أسأله جل وعلا يجعل من أهل القرآن. يأتي من بعد اسمه أحمد، الحمد لله. فاتبع هديه ولعل الله تعالى بك الخير. شيخ. نعم. أنا من تكلفت بهذا الأمر. أنت من تكلف بالتصفح اللويحي. نعم. أنت من تكلف به وأنجزت المهمة. نعم. 16 شهر. وأنت تسعى في التصفح حتى أثبته علميا. علميا
بالأعراض بكل شيء، وأنت شيطان عجوز. نعم. نعم. ولماذا اخترت بالضبط التصفح اللويحي؟ التصفح اللويحي يا شيخ كما قلت لك سابقا هو مرض يعجز عنه الأطباء. يعجز عنه الأطباء وعن علاجه. فعندما يأخذ الرجل الدواء ويتناوله فلا يقدر أن يفكر في شيء دنيوي من غير نفسه. نعم. يفكر سوى في الدواء والنوم. سبحان الله. حتى العبادة ينساها. أما الزواج فأنت تعرف مستحيل. لا داعي لذكرها. نعم صح. أهم. وعاهد ربك أنك تصح ما أفسدت طاعة له سبحانه. فلقد أوذي بالشاب كثيرا. أوذي كثيرا. نعم أصبح كأنه شيخ عجوز. ونفسيته تنهار تدمر. أي نعم. إن هذا الخبر هذا المرض حينما يأتي الشاب ليس بالأمر الهين. نسأل الله العافية للجميع. بدأ نعم هذا المرض سيزول. نعم إن شاء الله. إن شاء الله. ولكن نعم سأعاهدكم. نعم أنه سيرتاح. نعم إلى حين يأتي الشفاء التام بإذن الله. الشفاء لا يبقى آلام ولا ثقل في عظام ولا في المفاصل ولا في الدماغ ولا في الرقبة. اليوم الثقل في المفاصل لن يبقى أبدا. وحتى في الرقبة وحتى في المكان. الرقبة يا شيخ أنت لا تعرف الأمر. شيطان قوي هنا. نعم نعم. لكن شيطان. لا تكترث الأمر. فالكل خير إن شاء الله بالقرآن الكريم بإذن الله تعالى. المهم أن المستور كشف. نعم. أن المستور كشف. نعم. وأن الشك أصبح يقين. نعم. لا ريب فيه. الحمد لله. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يساعدنا على طاعته. طيب أنا سوف أجعل له جلسات قريبة إن شاء الله لا تكون بعيدة. أنتم بإذن تساعدوا على الطاعة والعيد والقيام والذكر. لا تكترث هذا الأمر يا شيخ. بإذن الله. بإذن الله. ونحن هنا وأنتم هناك وهو كذلك بهمته إن شاء الله وإيمانه. ونصل بإذن الله إلى شفاء قريب بإذن الله تعالى كما بدأنا وإذا مرضت فهو يشفي. هو الشافي سبحانه. والحمد الذي هداك أحمد. نعم. عاهد ربك أن تكون قويا في الخير. عاهد ربك أن تكون قويا في الخير. معطاء في الخير. أعاهد الله. نعم. أعاهد الله تلات. نعم. ألا أؤذيه مرة أخرى. نعم. وأن أكون نعم مسلما صالحا على البر والتقوى. الحمد لله. وليس على العصيان والعدوان وعلى الشر. آمين. أعاهد الله. نعم. أنني سأصلح كل ما أفسد. الحمد لله. أعاهد الله أنني بإذن الله وقوته سأزيل الورم. يعطيني فرصة يا شيخ. ورم؟ نعم. أي في الرقبة. هناك ورم في الرقبة. نعم. طيب أنس من يبكي الآن لست أنا. نعم أزيله بإذن الله تعالى إن شاء الله بإذن المولى جل وعلا إن شاء الله. لأن الأمر كما قلت لك سابقا ليس بالهين. الأمر ليس بالهين يا شيخ. فهمت. الله يمشي. نعم أنت تفهم. أنت فهمت الآن. اللهم اشفي موضوعنا. أنت فهمت الآن. شفينا وشفينا الله. يا تلاقي سنلتقي إن شاء الله بإذن أنا لا أريد الخروج حتى أصلح. نعم هذا ما وجب أن يكون إن شاء الله تعالى بإذن حتى الله. حتى أصلح. أبشر هذا ما سنسعى فيه جميعا. وحتى يأتي من لا زال على الكفر كذلك بإذن الله تكون. لا تكترث يا شيخ لهذا الأمر. أبشر أبشر. لا تكترث. المنزل أبشر. كله قرآن ولكنها الأسعار. لا تكترث لهذا الأمر إن شاء الله. أبشر. سأعطيك الدليل والبرهان. نعم. في تقارير أخرى طبية إن شاء الله. آمين. نفرح بها جميعا بإذن الله.
الفرحة الكبيرة أن تتعيفه يا شيخ. نعم. توكل على الله. طيب خير إن شاء الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. وهذا الشيء هو اللي قلت لك راه هو اللي سبحان الله. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. اللهم يسر امورنا. طيب. لا لا خذ راحتك ماشي مشكل. عادي. توقعنا. ها؟ توقعنا عليك يا شيخ. لا لا ماشي مشكل. ماشي انت يا راه. لا مشي مشكلة.